أصبحنا أصبح الملك لله ولا إله إلا الله سيدنا نبينا محمد رسول الله. إحنا في سوق الدلنجات يوم السبت ومعاكم كناطر ماهوش اليوم يوم 21/9/2024 وتعالوا نشوفوا العجميات البقر العشر مع المعلم فتحي محمود الله يبارك له ويصلح حاله كريم الله يبارك له بسم الله ما شاء الله صباح الفل يا صاحبي اسمك ايه طيب؟ اسمي عبد الفتاح صلاح مور المعلم عبد الفتاح صلاح صباح الفل عشر كم ده توح؟ عشر ثمانية لبنية ولا كسرة حاجة؟ كسرة أربع سنات يا جماعة والعشر ثمانية في انتظار ولاد اللهم صل عليك يا نبي بسم الله ما شاء الله أجلة طيبة صلاة النبي عليه الله أكبر إن شاء الله شوف ضر ورفو الضر يا جماعة هو في انتظار ولاد الله أكبر بسم الله ما شاء الله سعرها كم يا معلم فتح؟ 80,000 كسر أربعة والعشر ثمانية يا جماعة في انتظار ولاده وب 80,000 دبابات الله أكبر بسم الله ما شاء الله 80 برضو والعشر 8 برضو ونفس العشر برضو يا جماعة بسم الله ما شاء الله المكسر قدام على المفتح مكسر جوز يا جماعة في الثانية ديت ونفس السعر برضو 80,000 بسم الله ما شاء الله الله أكبر عشر 8 بسم الله ما شاء الله انتظار ولادة برضو يا جماعة رخ والضرات زي ما انتم شايفين رزق الله يشتري بسم الله ما شاء الله والثالثة دي عشر كام عشر 8 برضو 8 8 برضو مع المفتح 78.5 والعشر 8 برضه يا جماعه بسم الله ما شاء الله في انتظار ولاده برضه يا جماعه الله اكبر شد الديل كده صاحب بين الضر والشلش كده اللهم صل عليك شد عليك كده شد الديل عليه اللهم صل عليك يا نبي بسم الله ما شاء الله المال صلاه النبي عليه الله اكبر الله اكبر قلت عامله كام يا معلم فتحي 78.5 رقم 4 عشر كام عشر 8 8 برضو الله أكبر الله أكبر 80,000 العشاير 8 يا جماعة برضه أهو بسم الله ما شاء الله 80,000 كسرة ياما دي كسرة قد إيه؟ موقعة 2 كسرة جو موقعة والسعر برضه 80 80,000 80 برضه يا فتحي 80,000 بسم الله ما شاء الله رقم 5 عشر كام؟ عشر 6 عشر 6 ورقم 5 6 نضاف وماشية بالسادس لباني السابع ماشية بالسابع لبنية عاملة ياما دي؟ عاملة 58 58,000 عندنا ببلاش. الغالي وعندنا الرخيص الله أكبر ببلاش بسم الله ما شاء الله الله أكبر شد الديل كده يا صاحبي نبينه برضه الضر والشلش الضر والحلبات وكل حاجة يعني. كل حاجة على الطبيعة يعني. اللهم صل عليك فاخر بسم الله ما شاء الله 10/3 رقم 6 10/3 الله أكبر 10/3 لبنية برضه؟ لبنية بسم الله ما شاء الله شد الدل كده نشوف الحلبات شد الدل عليك كده بسم الله ما شاء الله اللهم صل عليك كده عامله ياما دي اخرى عامله ياما 55,000 55,000 بسم الله ما شاء الله الله اكبر دي عامله 50 50 دي عامله 55 ودي عامله 55 وعشر 3 برضه اللي هناك 50 ودي 55 اخر واحده اخر واحده بسم الله ما شاء الله بسم الله ما شاء الله دي عشر 8 اللهم صل عليك يا نبي عشر 8 هات يا جماعه بسم الله ما شاء الله على المال الله اكبر بسم الله ما شاء الله كسر ياما العشر 8 الاخراني ده يا صاحبي كسر ياما لبن لبنيه طب سعرها كام سعره 80,000 بسم الله ما شاء الله انا قلت لهم صلى يعني الثمانيات كلك 80,000 قلت لهم لا اقول قال والله ما لا تمام العشاري الثمانيات يا جماعه و 80,000 العجميه من دول بسم الله ما شاء الله اللي عايز العجميات العشره يا جماعه بسم الله ما شاء الله مع فتح كريم ربنا يبارك له ويصلح حاله قريه كوم زمران مركز الدلنجات محافظه البحيره الله اكبر بسم الله ما شاء الله المال صلاة النبي عليها الله أكبر صورت الأخيرة دي؟ أي صورت الفواخر دي؟ عاملة كام الأخيرة؟ عشر 8 عشر 8 عاملة كام؟ 80,000 80,000 بدنا خلاص بقى عيب عليه حبيبي ادينا الرقم يا صاحبي ها؟ الرقم معاك ولا مع محمود؟ استنى نطلعها له على مين؟ 10 بعد الزيرو 10 كام؟ بعد الزيرو 10 زيرو 100 زيرو 100 9/3 9/3 9/1 9/1 زيرو 9/7
097 رقم محمود؟ رقم المعلم فتحي. معلم فتحي محمود كريم يا جماعة، الله يبارك له ويصلح حاله وحال الجميع يا رب. آمين. اللهم آمين. صباحك أبيض إن شاء الله. اللهم صل عليه كان بالمال صلاة النبي عليه. ربنا يبارك للمال وصحاب المال وصاحب النصيب اللي هياخد المال يا رب. اللهم آمين. أهم حاجة ما تنسوش ذكر الله ورسول الله. ربنا يبعد عنكم وعننا البلاء يا رب. اللهم آمين. الله يكون الاشتراك لقناة المواشي اليوم عشان يوصلكم الأسعار يوم بيوم. أشكركم على حسن المتابعة داخل مصر وخارج مصر. أنسبكم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الناس يا جماعة المحترمين اللي بيكتبوا في التعليقات ويذكروا الله ورسول الله، تحياتنا وصباحنا ليهم. ربنا يبارك لهم ويبارك لعيالهم ويبارك لمالهم يا رب. اللهم آمين.